الأحجار الكريمة عالماً مليئاً بالأسرار والخبايا، هي هبة منحها الله للإنسان لما تحتويه من خصائص فيزيائية وبيولوجية تتعلق بعلم الطاقة. فتحت في القاهرة بعد ما شفت أنه أكو إقبال وأكو ثقافة للأحجار الكريمة بين المصريين، لأن الأحجار الكريمة ثقافة مو الكل يتوارثها ولا الكل يفهمها. الحجر الكريم قيمته يعني شكله جماله وطاقاته، يعني على اعتبار أنه الناس تفهم بالطاقة، ونعرف مثل ما تعرفين حضرتك أن كل شيء كل جسم ساكن طاقة، يعني حتى مو شرط إلا هو حجر، بس يختلف الطاقات من شيء إلى آخر. بس الأحجار الكريمة سبحان الله بها طاقة غريبة، طاقة كامنة يعني رائعة، ممكن تعطيش طاقة إيجابية وممكن تسحب الطاقات السلبية من الجسم، فلذلك يرغبوها يعتبروها زينة وفائدة. والله احنا مهنتنا يسموها مهنة، يعني يقولون عليها انه يراد لك مال قارون وصبر ايوب، لانه لازم من جيبين كل انواع الاحجار الكريمة، لان كل شخص هواية معينة بحجر معين، وما تعرفين الاذواق وين تروح، او على حسب اكو ناس تاخذ على حسب البرج، لانه توافق الاحجار مع الابراج هذا يجي على حسب طاقات الجسم، يعني الانسان كل جسم رب العالمين سبحانه وتعالى يحبيه بطاقة معينة، فهو يحب يكمل طاقاته فيأخذ الأحجار على حسب الطاقة اللي تكمله، وقسم لا يعتمد على الذوق ويعتمد على التصميم ويعتمد على شكل الحجر وقصة الحجر. للأحجار الكريمة فوائد عديدة وأنواع كثيرة، لكل نوع خصائصه الفيزيائية التي تتعلق بطبيعة كل فرد، فتمد الجسم بالطاقة الإيجابية لما فيها من عناصر حسب ما أكده الخبراء والمتخصصون في عالم الأحجار، فلها فوائد مميزة تساعد الإنسان على التخلص من الطاقة السلبية الناتجة من تراكمات الحياة اليومية. الحقيقة الأول أنا كنت الأول متابعة لبرامج في علوم الطاقة، والناس بتتكلم عن الأحجار الكريمة وفوائد الأحجار الكريمة وكده، حبيت قوي الموضوع ده وحبيت أجرب بنفسي، اشتريت الأحجار المفروض اللي كانت مناسبة ليا، ففعلا لما ارتديت الأحجار دي ارتحت جدا نفسيا، وحسيت قد إيه إن الأحجار الطبيعية دي مهمة لأي حد، هي مش مسألة إكسسوار بس، أي حاجة من الطبيعة ربنا بيخلقها أكيد بيخلقها ليها فايدة، مش بتتخلق كده يعني. النهاردة مثلاً هنتكلم عن حاجة زي دي، دي الشاكيرات السبع، تمام؟ ليها علاقة بشاكيرات السبع اللي في جسم الإنسان أو مراكز الطاقة اللي في جسم الإنسان، بتعمل على سحب كل الشحنات السلبة اللي موجودة في الجسم وتبدلها بشحنات إيجابية، تمام؟ غير ان كل بقى حجر فيهم بيبدأ يشتغل على المراكز بتاعت الطاقة بتاعته، زي مراكز العين، مراكز المخ، وهكذا إلى آخره. يعني تقريبا من 5 سنين بديت يعني اهتم او اتابع موضوع الاحجار الكريمة، هي باخر فترة يعني صارت مشهورة او خلينا نقول مثلا انتشرت بشكل واسع، وبيها منها انواع هواية موجودة، تمام؟ الكهرب مثلا من الانواع همينة جميلة تكون موجودة، انواع الكهرب، والسبع همينة كهرمان منها موجود وغيره من الانواع، وممكن واحد أمينة بالفترة الأخيرة ممكن يبدي هاديها أمينة، هي مثلا أغلى من الذهب، أكو أحجار أنواع من الأحجار تكون أغلى من الذهب. للأحجار الكريمة أسرار كبيرة وفوائد مهمة لا يفهمها إلا المهتمين بهذا النوع من الأحجار، فبالرغم من أن البعض يرتديها كزينة جمالية، ألا إنها لها فوائد عديدة تتعلق بالطاقة الإيجابية. كنا معكم من داخل مركز الأحجار الكريمة في مصر لبرنامج صباح الخير يا عراق، رشا محمد، القاهرة.